رمضان بيعدي علينا في زمن الكورونا، وللأسف احنا نعتبر دلوقتي في أول الموجة الثالثة. ربنا يحافظ علينا جميعا، ومع ذلك بنقول ان احنا هنصوم ومفيش مشكلة من الصيام طول ما احنا صحتنا كويسة. ولكن لو حسيت في اي وقت انك مش مظبوط، داخل عليك برد، جسمك مكسر، في شوية نشر في العظم، في ارتفاع في درجة الحرارة، هتتعامل على طول مع نفسك على انك حالة اشتباه كورونا، وهنا هنصحك فورا انك انت لازم تفطر. ولو اتأكدنا انه لا قدر الله في اصابة بالكوفيد برضو لازم نفطر. ليه؟ لانه الكوفيد احنا خلاص قدام دلوقتي وعارفين انه هو يضع المريض عرضة للجلطات، واكتر حاجة ممكن تخلينا عرضة اكتر للجلطات ان احنا ما يكونش فيه سوائل كفاية في جسمنا. يعني الصيام في وقت زي الصيف اللي احنا داخلين عليه ده ممنوع قولا واحدا لأي حد مريض كورونا او مشتبه فيه ان هو كورونا. اول ما تشك افطر فورا.